كانت الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الأحرار. هذا اللقاء هو مرحلة مهمة بالنسبة لنا كحزب، لأنها تضع أولا جاءت تطبيقا واحتراما لمقتضيات القانون أو القوانين التنظيمية للحزب، وكذلك احتراما لهيكل الحزب. افتخر بطبيعة الحال بحصيلة الحزب خلال السنة الأولى التي نعتبرها إيجابية رغم الظرفية الصعبة التي نعيشها بالمغرب والتي يعيشها العالم أيضا، واللي فيها حقيقة عدد من العوامل الخارجية اللي كتأثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ولكن الحمد لله نعتبر أن الحصيلة جد إيجابية. نعتبر أيضا أن برنامج الحزب لسنة 2023 هو برنامج واقعي وطموح، حيث أن أهم المراحل التي إن شاء الله سوف تبدأ داخل الحزب في الأسابيع المقبلة هو الجولات الحزبية للمؤتمرات الجهوية للمنتخبون، واللي الهدف الأول يعني الأخير لهذه المؤتمرات هو أولا الاستماع للمنتخبون، ولكن أيضا تكوين وتأطير المنتخبون والاشتغال مع المنتخبات والمنتخبون من أجل تحقيق أهدافهم داخل المجالات الترابية اللي كيشتغلوا عليها إن شاء الله. بعد الحال كما قلت في البداية هي رهانات كبيرة وقوية، تحديات جد كبيرة نظرا للظرفية الحالية التي يعيشها العالم. لا ننسى أننا إحنا يلا خرجنا من مرحلة كوفيد ودخلنا في مرحلة حرب تقريبا دولية، لا ننسى أننا أيضا نعيش مرحلة جفاف جد يعني متميزة وصعبة، لا ننسى واحد العدد من العوامل اللي عندها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى الاقتصاد المحلي، وبطبيعة الحال مباشرة على ما يسمى بلو بوفوار داشا، أي قدرة الشراء عند المواطنات والمواطنين. بالتالي في ظل هذه الظرفية الجد صعبة وكيف ما قلت المتعلقة بعوامل خارجية، نعتبر أن للحكومة وللحزب حصيلة جد إيجابية، حيث أن هناك اشتغال يعني ومجهودات كبيرة اللي قام بها الحزب واللي قامت بها الحكومة خصوصا اليوم في عدد من المجالات. لا ننسى أن هناك الحمد لله اليوم تنزيل للتغطية الصحية التي أرادها صاحب الجلالة نصره الله لجميع المغاربة، وبدأنا في هذه التنزيل وكنشوفوا اليوم الأثر الجد الإيجابي والمباشر على المواطن بالنسبة لهذا التنزيل. شفنا عدد من يعني الشواهد او شهادات ديال المواطنات والمواطنين في جميع ربوع المملكة على الإيجابية والأثر الإيجابي الكبير لهذه التغطية الصحية على حياتهم اليومية. شفنا أيضا تدخلات كبيرة للحكومة اليوم من أجل خلق فرص الشغل، برامج واعدة كبرنامج أوراش أو برنامج فرصة. شفنا أيضا لقاءات وأيضا يعني تواصل كبير واتفاقات مميزة مع نقابات في التعليم، وايضا تحسين واحد العدد يعني تجاوب جد ايجابي في عدد من المتطلبات. واليوم كنشوفوا ايضا ان الحكومه تواجه وبشجاعه ظاهره او مشكل ارتفاع الاسعار اللي هو كيمس بطريقه بطبيعه الحال مباشره المواطن. شفنا واحد العدد اليوم من الاجراءات التي اتخذتها الحكومه، وغادي تكون غالبا اجراءات اخرى سوف تتخذها الحكومه. هناك تتبع مباشر من طرف
السلطات المحلية والمركزية لهذا الوضع. وبالتالي هذا هدف حد ذاته بالنسبة لنا شيء إيجابي، لأن هناك تفاعل، هناك تواصل، هناك استماع، وهناك تدخلات مهمة للحكومة في هذه المشاكل اليومية. اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية في جدول الأعمال مجموعة من النقاط التنظيمية، وأيضا هناك نقاط سياسية. السيد رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار سي عز خنوج في عرضه السياسي الذي قدمه تناول أولا الملفات الكبرى التي اشتغلت عليها الحكومة في سنتها الأولى، طبعا بتوجيهات ملكية سامية، إن على مستوى الحوار الاجتماعي أو لا الملف ديال الحماية الاجتماعية أو لا الملف ديال الماء أو لا الملف ديال الاستثمار. أيضا في القضايا السياسية هناك يعني تطرق للقضايا كلها اللي كتعرفها بلادنا، خاصة يعني في إطار المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة للرفع من القدرات الشرائية للمواطنين في هذه الظرفية اللي كتسم بواحد الصعوبات مرتبطة بما هو خارجي ومرتبطة بما هو وطني. الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لحد الآن كلها إجراءات مهمة بدأت تعطي الآثار ديالها في الواقع، نتمنوا أنها تعطيه بشكل أكبر. أيضا المجلس الوطني توقف عند ضرورة يعني التواصل وضرورة يعني شرح مختلف الإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة. الآليات والميكانيزمات يعني المطروحة بحال آلية الحوار الاجتماعي هي مهمة مفيدة إيجابية، لكن المغرب ماشي في نهاية المطاف كلهم أجراء وموظفين. هناك حرص على أنه المجهود أن يشمل جميع المغاربة للرفع من قدراتهم الشرائية في المستقبل، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان باش يدوز بكل الروحانيات وبكل الظروف إن شاء الله الدينية للجميع. شكرا لكم والسلام عليكم. اليوم من خلال التقرير السياسي اللي قدمه السيد رئيس الحزب، أولا كيأكد على يعني الانسجام التام ديال الائتلاف الحكومي، وكيشتغل بواحد الوتيرة جد مرتفعة خدمة لمصالح المواطنين. كينعقد هذا المجلس ونحن كحزب في موقع رئاسة الحكومة، واخترنا الحكمة الجيدة في تدبير أمور البلاد، وكذلك تعطت فرصة للكفاءة وللمعقول وماشي للطرديات كما كان في السابق، وهذا الشيء سيسمح بخلق واحد القيمة سياسية إضافية احنا محتاجين لها. وكذلك كنظن بأن اليوم الحزب ديالنا يعيش في إطار هذا التحالف الحكومي واحد الوضعية صعبة وهي ارتفاع الأسعار. هذه الظرفية هي محدودة في الزمن، الحوايج اللي ما يمكنش نتصرفوا فيهم هو الطقس، ما عندنا ما نديروا فيهم، ولكن المسائل اللي خصنا نواجهها وهي المضاربات فالحكومة سوف تواجهها بكل حزم إن شاء الله، باش المواطن المغربي ما يبقاش متضرر من هذا الارتفاع في الأسعار. إلى جانب هذا فالحكومة هي غادة اليوم في التنزيل ديال جميع الالتزامات ديالها مع المغاربة، على مستوى إصلاح المنظومة الصحية، على مستوى إصلاح المدرسة العمومية، وكذلك إصلاح المنظومة ديال الاستثمار في بلادنا واللي هي ضرورة باش تعطي واحد الدفعة قوية للاقتصاد ديال البلاد. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.